الخبر الأول اللي عدنا عن بيسان إسماعيل وأغنيتها الجديدة بعنوان سألوني. فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البوست اللي قدامكم واللي كان فيه الأغنية واللي هي أغنية عراقية وشوية تركية وإن شاء الله تعجبكم. بالنسبة للحابين إنه يسمعون الأغنية فموجودة بحساب بيسان، روحوا تابعوها، واللي ما عنده إنستغرام فحط لكم رابطها بالوصف، روحوا شوفوها بقناة. الأشخاص اللي سمعوا الأغنية يكتبون تقييمهم إلها بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مرسال وأول شي سواه واللي هو دعم جواني، فنزل بحسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يحكي بيها على أغنية جواني الجديدة ويقول عليها إنه هي أغنية خرافية وأغنية مال رابر مو مال يوتيوبر. اسمعوا الستوريات. أغنية جواني كانت كتير حلوة، كانت بومبا، بتحسوا لجواني هيك طالع من هيك بده ياكل الاعداء بسنانه مثل ما بيقول بالغنية. برافو، كتير حلوة، مبروك. هي الغنية تعد كأغنية راب بر وليس يوتيوبرز. يعني بالنسبه للشيء الثاني اللي سواه واللي هو حكى على نور مارو بالنسبه لاغنيته الجديده، فنزل ستوريات وراها وقال على الشاب اللي هو التيك توكر اللي نزل اغنيه واللي هو اكيد يقصد نور مار. شوف الستوريات شوفوا شنو قال عليه. الشاب الثاني اللي بيعمل تيك توك ونزل اغنيه، هاي الاغنيه كانت حلوه وشيء حلو انه حدا مثله يقدم هيك شيء جميل وراقي. انا بتمنى كل شخص بيعمل يوتيوب، حتى انا هذا الحكي لالي، احاول نعمل شيء حلو. يعني لما صور الفيديو صور فيديو برقاوه مشان ما تبين بالفيديو انه هي الشغله مو شغلتك، وروح اشتغل لك شغله ثانيه. الخبر الثالث اللي عدنا عن احمد ابو الرب وتعرض للهجوم من الشعب الاردني بسبب انه قال عليهم انه الكلاب اللي بتركيا اليفين اكثر من الشعب الاردني. بهذا الستوري اللي حط لكم اياه شوفوا نزله بحساب الانستغرام. طلع يا جماعة أنا قاعد هون وفي وراي كلب، شوف تخيلوا يا جماعة الكلاب هون كثير أليفة، يعني الكلاب هون أليفين أكثر من البشر اللي في الأردن. فطبعا تعرض للهجوم بشكل مو طبيعي من الشعب الأردني، فاضطر انه يطلع بحسابه بالإنستغرام على مود يوضح الموضوع، فنزل ستوريات وشرح بها انه هو كان يمزح وما كان قصده أي شيء، وحط لكم الستوريات على مود تفتهمون أكثر. طبعا قبل كم ستوري صورت الكلب وحكيت الكلب أليف أكثر من الناس عندنا في الأردن، وأنا كنت بمزح. لو تركزوا على كلامي حتلاحظوا إني بمزح لأنه في عندي عائلتي في الأردن. بس أجاني وقف السشوار يا أخي، بس أجاني تعليقات، خلاص بس أجاني تعليقات مسبات ناس معصبين، فهذا يعني هم أثبتوا لي إنهم مش أليفين، يعني هم عصبوا. ليش قلت ما أدري صراحة، إن هل تشوفون إنه كان المفروض إنه يعتذر أو إنه كان مجرد كان يمزح؟ يعني اكتبوا لنا رأيكم بالكومنتات. الخبر الرابع عن أنس الشايب ورأيه بأغنية بيسان الجديدة. فأنس نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات انطى رأيه بأغنية بيسان وسوى ردة فعل، فشوفوها يعني. الأغنية كثير بتجنن، بس دمار جفاف قطعت مشاعري كثير بتجنن. وبس والله لهنا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى المقطع يعجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة عشان يكون فايد زي مقالات مملكة القصص. ومع السلامة.